صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 83 لسنة 2024 بتعيين أمين عام لمجلس النواب، وذلك بناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. يعين السيد محمد إبراهيم السيسي البعينين أمينا عاما لمجلس النواب في درجة وكيل وزارة.